السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندي هنا حاجة اسمها اللايبراري، دي بقى بتلاقي فيها الملفات كلها، تمام؟ فبتيجي هنا بتقول له أنا عايز أعمل أبلود، تختار الملف اللي أنت عايز تحط فيه، بتحط مثلا في الصور وبتحط في بيم ريسورسز وهكذا، ممكن تعمل فولدر جديد، تمام؟ فبتيجي هنا دراج أند دروب فايل، يعني تبدأ تختار الملفات اللي أنت عايزها. ممكن يكون عندي مثلا مشاريع، وليكن مثلا على البيم اكستنشن، تبدأ بقى تشوف الملفات اللي انت عايزها، ولكم مثلا ملفات PDF، تمام؟ تكون حاجة بتاعت الشغل. خلينا نختار مثلا اي ملف من دول، تقدر تفتحه عندك وتقدر تشوفه سواء PDF او صورة او زي ما انت عايز. ولكم مثلا خلينا نختار دوت، تمام؟ مساحته 2 ميجا، ممكن تختار اكتر ملف، عايز تختار بقى يتحط فين، تختار الفولدر اللي انت عايزه، وليكن مثلا في البلانس الاركتكشر ستارت ابلود، ممكن تعمل ابلود لاكتر من ملف اخر او تقول له كلوز. لو فتح لي البالانس، فتح لي الارتكت، وبعد كده في اي لحظة وانت شغال تقدر تعمل اتاشمنت للملف دوت، تمام؟ دي بعض الملفات موجودة من قبل كده. طيب مثلا لو فتحت اي واحد فيهم تقدر تعمل مارك اب، يعني تقدر تعلم عليه، تقدر تلغيه، تعمل ايديت ليه، تعمل سيلكت كل العناصر، تعمل داونلود للعناصر ديت زي ما انت عايز. طيب هو ده الملف اللي اخترناه، هو لسه بيفتح بس، تمام؟ دي المعلومات بتاعته، لو انت عايز تعمل تاج ليه او تعدل حاجة فيه. هو بيحاول ان هو طيب خلينا نفتح ملف PDF مثلا، تقدر تعمل لينك لاي ملفات انت عايزها، تقدر تحط تاجات، تقدر تعمل مارك اب، يعني تقدر تعمل تلوين هنا لاجزاء معينه مثلا الشكل دوت، تقدر تكتب تكست اللي انت عايزها كومنتات، تقدر تشوف الملف زي ما انت عايز، تمام؟ سهل جدا ان انت تعمل تعديلات او تعمل ملحوظات اللي انت عايزها على الملف. ممكن تعمل لينك، يعني تقول مثلا الحاجة ديت هتبقى مرتبطة بالملف المعين او حاجة معينة انت عايزها، يعني مثلا مرتبطة بملف اسمه ايه مثلا، تمام؟ يعني ممكن تكون تعملها مرتبطة مثلا بماريبيا.com، بحيث اللي يدوس عليها يروح داخل على الموقع دوت، تمام؟ تقدر تقيس اي حاجة انت عايزها، بيقول لي السكيل قد ايه، بالفيت ولا قد ايه، وتبدأ بقى تقيس، يقول لك المسافة بالظبط هتبقى قد ايه، تمام؟